أهلا بكم في حلقة جديدة من فلسطين هذا الأسبوع وباقة من المتابعات السياسية والمجتمعية. سلطنا الضوء على الانتفاضات العربية وانعكاساتها القريبة والبعيدة على القضية الفلسطينية، وقد خصصنا تقريرا تابعنا من خلاله الإضرابات المفتوحة عن الطعام، لا سيما إضراب الأسيرين البطلين سيرسك والرخاوي، كما تناولنا في تقرير آخر الطاقة المتجددة في فلسطين وكيف يمكن استخلاص الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتناولنا في تقرير الرابع معاناة مواطنة فلسطينية جراء خطأ طبي، وختمنا بالفن والأصوات الغنائية الشابة. وقبل أن نستعرض ما أعددنا لهذا الأسبوع اسمحوا لنا أن نبدأ بالعناوين. المصالحة الفلسطينية صراع بين الضرورة الملحة وتحديات الجسام. يتكسر الفولاذ ولا تتكسر عزيمة المناضلين البطلين سيرسك والرخاوي. الطاقة المتجددة خيار نموذجي للفلسطينيين. خرجت من عملية تجميل بانسداد في المريء وشلل في الأوتار الصوتية. انطلاق نهائيات الموسم الثالث من غنيها. يمضي الفلسطينيون قدما في مصالحتهم رغم التحديات التي يواجهونها في ظل انشغال عدد من الدول العربية بانتفاضاتها، وما يمكن أن تتمخض عنه هذه الانتفاضات، حيث يقدر محللون أن ينشغل العرب بضع سنوات في ترتيب أوراقهم الداخلية. لا مناص أمام الفلسطينيين من توحيد صفوفهم وتجنيد طاقاتهم وإمكاناتهم في خدمة قضيتهم وشعبهم، فالمتغيرات حولهم لا سيما في الأقطار العربية التي شهدت انتفاضات قد تصرف الأنظار بضع سنوات عن القضية الفلسطينية، حيث أن المصريين تنتصب أمامهم مجموعة من الملفات في مقدمتها الانتخابات الرئاسية وتداعياتها. فإذا فاز مرشح الإخوان هناك تداعيات معينة، وإن فاز شفيق فلهذا الفوز استحقاقات وتحديات، كما أن القيادة المصرية الجديدة مطلوب منها الإجابة عن أسئلة ملحة تتعلق بالأمن والاقتصاد والديمقراطية وعلاقة مصر بالعرب والعالم ومكانة القضية الفلسطينية من كل ذلك، فيما تنشغل سوريا في أوضاعها الداخلية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، لكن الواضح أن سوريا ستحتاج إلى وقت طويل لكي ترتب أوراقها من جديد، سواء بقي النظام أم تم تغييره. سوريا أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وديمقراطية ودولية، والأمر ذاته ينسحب على تونس وليبيا واليمن والبحرين وغيرها، بمعنى أن العالم العربي يتغير والأوضاع السياسية تتشكل فيه من جديد، وأن انشغال العرب في قضاياهم سيستمر ربما بضع سنوات عن القضية الفلسطينية، مع أن أي تغيير ديمقراطي سيسهم على المدى البعيد في خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ويرى محللون سياسيون أن التغيير الذي يجتاح العالم العربي والجهد المطلوب من الدول المعنية لترتيب أوضاعها سيتطلب من الفلسطينيين اليقظة والسير في المصالحة حتى النهاية، بعيدا عن الانشداد للمصالح الفئوية لكي يقطعوا الطريق على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تتقن اللعب على التناقضات الفلسطينية، بل وتتقن توسيع وتعميق هذه التناقضات.
أما أي طرف من الأطراف الفلسطينية سيقطف ثمار المتغيرات في العالم العربي فهذا متروك لصندوق الاقتراع وليس للمهاترات أو انتظار فزعات عربية لهذا الطرف أو ذاك. الفلسطينيون بأمس الحاجة لإجراء الانتخابات حتى يتسنى لهم اختيار ممثليهم الذين سيحددون وجهة المرحلة المقبلة. نرحب في هذه الحلقة بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن التميمي. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني ننطلق من الانتفاضات العربية، سلسلة من الانتفاضات، كيف تقرأ المشهد حتى الآن؟ يعني كما من أجل أن نعرج على انعكاساتها على نعم كما الوصلية. ورد في التقرير بشكل واضح أنه الانتفاضات العربية أولا ليست يعني في سلة واحدة وليست في مستويات ووتيرة واحدة، وكل دولة عربية حتى التي لم تشهد الانتفاضات هي مشغولة بهم الإصلاح وهم محاولة ترتيب الأوراق حتى لا يقع المحظور كما وقع في ليبيا وتونس ومصر وما يحدث في سوريا. أنا في اعتقادي أن العالم العربي الآن يشهد تغير، ولكن هذا التغير إلى أين سيؤدي وما هي المحطة الأخيرة هو هذا السؤال الذي يراود الجميع. وأنا أعتقد أنه الوصول إلى المحطة الأخيرة سيختلف من دولة إلى أخرى. سيختلف من دولة إلى أخرى. يعني في تقديرك هل تحتاج هذه الدول إلى يعني مزيد من الوقت قبل أن تتنبه للقضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أنها تحتاج مزيد من الوقت، وقد يكون هذا الوقت أكثر مما نتوقع لسببين. السبب الأول أن هذه الدول اختلف نظامها السياسي تماما، يعني تخلخل نظامها السياسي، فترتيب النظام السياسي وخاصة في مصر وهي الأهم بالنسبة للقضية الفلسطينية سيأخذ وقت كبير في الترتيبات السياسية. بالإضافة إلى ذلك أن أي من الزعماء المرشحين سيأتي للحكم في مصر وأيا من رؤساء الوزراء سيأتي من أي خلفية، مهما كان الخلفية السياسية لأي زعيم سيأتي على رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء في مصر سينشغل بشكل كبير في الهموم الإجتماعية بصرف النظر إذا كان مرسي أم شفيق. بغض يعني النظر نفس بغض النظر سيواجه نفس الملفات، سيواجه ملفات. مصر بلد فيها بطالة، فيها فقر، فيها عشوائيات، فيها علاقات إفريقية مهترئة لابد من ترميمها، فيها هم نهر النيل وما تخطط له إسرائيل. كل هذه الملفات سينشغل فيها لأسببين. السبب الأول حتى يثبت حسن سلوكه لميدان التحرير والتنظيمات الثائرة، وأيضا حتى يستطيع أن يلتقط أنفاسه حتى إذا كان يريد أن يثبت رؤيته السياسية يريد بعض يعني المشاريع وبعض الاقتراحات وبعض الترتيبات الاقتصادية الاجتماعية لترسيخ وضعه السياسي. بدون هذه الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية لن يستطيع مهما كان ومن كان في مصر أو في تونس أو في غيرها من ترتيب أوراقه السياسية إذا لم يرتب أوراقه الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لعلاقة الحكم القائم بقيادات الجيش الموجودة في العالم يعني العربي. هذا يعني بالنسبة لمصر، وبالنسبة لسوريا ما هي الانعكاسات، انعكاسات ما يجري علينا نحن على قضيتنا؟ يعني هو صح تحدث عن البلدين المجاورين. نعم. القريبين بالنسبة لسوريا الوضع قد يطول، بمعنى الوضع الداخلي الإرباك الداخلي، لأن موقف الجيش في سوريا لحد الآن غير واضح، وفي معظم الثورات العربية كان الحاسم هو موقف الجيش سواء سلبا أو إيجابا. أنا أعتقد أن الموضوع السوري سيطول، وبالتالي التأثير علينا سلبا أو إيجابا سيتأخر. حتى لو تغير الموقف الروسي، حتى لو تغير الموقف السياسي في سوريا، أنا أعتقد أن بشكل واضح ستأخذ وقت طويل حتى ينعكس الوضع علينا. سينعكس
بحكم الطبيعة ليس بحكم مواقف هذه الدول. أما في مصر إذا ما تم يعني انتخاب محمد مرسي ستكون فترة التأثير علينا قصيرة، ويعني بمعنى أن التأثير سيأتي بفترة أقصر من الفترة السورية. ولذلك هل ستكون حماس هي المستفيدة الأكثر من موضوع مرسي مثلا؟ أنا أعتقد أن حماس وفتح سيكونوا خاسرين من مرسي. نعم، لأنه مرسي سيقدم أوراق على حساب القضية الفلسطينية كاعتماد للإسلام المعتمد عند الأمريكان والغرب، وبالتالي دائما وأبدا الذي يدفع الفاتورة هو الحلقة الرخوة. وأنا أعتقد أن القضية الفلسطينية بحكم آلية التعامل معها من قبلنا، أنا أعتقد أنها الحلقة الرخوة، وسيقوم يعني الإخوان المسلمين في حالة حصولهم على الحكم في مصر بتقديم بعض التنازلات في القضية الفلسطينية لتقديم حسن سلوك للغرب بأن الإسلام الذي تتحدثون عن الفوبيا الإسلامية ليست هي الإسلام الذي يحكم. يعني هل تعتقد دكتور أن الأطراف المعنية، نقصد يعني حماس وفتح، قد استخلصتا الطرفان الرئيسان المختلفان قد استخلصتا العبر من هذه الانتفاضات وما يجري في العالم العربي، وفي المحصلة النهائية اندفعتا الحركتان باتجاه المصالحة؟ أنا أشك أنهم استخلصوا العبر. ما زالت القيادات الفلسطينية في كل التنظيمات وفي التنظيمين الأساسيين تتعامل بمبدأ أو على طريقة اتحاد الطلبة، إذا أنا كسبت يجب أن يخسر الآخر، ولا يتعاملون بمنطق أنه أنا أربح والآخر يربح. وأنا أعتقد أن الذي دفع إلى المصالحة هو ما قلته سابقا، أن الطرفين يعني يعتقدان أنهما سيخسران مهما كانت النتائج في مصر، وبالتالي هم يحاولون تقليل الخسائر، وخاصة أن النظام السياسي الفلسطيني بين التنظيمات هو أشبه بالثأر وأشبه بتخسير الآخر مهما كانت النتائج. ولذلك كل طرف يحاول، بالرغم من قناعتي أن المصالحة لن تتم. لن تتم المصالحة، وقد يكون هناك تخريجي ولكن ليست الوحدة الوطنية. يعني التي تختلف مع كثير من المحللين في الكثير يتفاءل. أنا أعتقد أنه سيكون تخريجي للمصالحة، بمعنى الحفاظ على الأمن هناك والحفاظ على الأمن في الضفة، الحفاظ على بعض القيادات هناك وبعض أقصد المراكز المناصب. يعني نعود للمحاصصة محاصصة بإخراج اولا للضمان يعني او لتجاوز الضغط المصري الان لتحقيق المصالحة، لتجاوز الضغط الشعبي ولو انه قليل، ولحفظ ماء الوجه. ولكن بمفهومي الوحدة الوطنية هو ان يكون هناك استراتيجية سياسية ومشروع سياسي واحد، هذا ليس في الافق ولا وغير مطروح. هل تعتقد اننا يعني سنصل للانتخابات؟ ولا أعتقد أنه في يوجد إطار هذه الخطوات، ولا أعتقد أنه يوجد انتخابات، لأنه هناك سيبقى كيانين منفصلين عمليا، وإن كان شكليا هناك كيان واحد. يعني هالصورة يعني سوداوية إلى لا التاريخ. ليست هذه الصورة سوداوية. المشكلة في المجتمع الفلسطيني منذ تاريخه أنه يفكر كما يتمنى، ولكن الواقع ليس كما نتمنى. الحقيقة الرئيسية يجب أن يتم النقاش ليس على الانتخابات، وليس لأنه همنا ليس المناصب وليس هم المجتمع الفلسطيني من سيأتي في الحكومة، والهم هو ما هو برنامج الشعب الفلسطيني السياسي، لأنه يواجه برنامج اسمه الاستيطان. هذا الاستيطان لا يهزم إلا ببرنامج متكامل. الآن النقاش ليس على البرنامج، النقاش على المحاصصة، النقاش على قيادات أين تصطف وكيف تصطف، وعلى شكل الحكومة ومظهر الحكومة. إذا نحن يعني نصرف جزء كبير من وقتنا في إخراج المصالحة وليس في جوهر المصالحة، ولا نلتفت للتحديات التي تفرضها الحكومة اليمينية المتطرفة بائتلافها وببرنامجها. لا نلتفت. وأعطيك مؤشر واحد، أن الفترات المتباعدة بين اجتماع لفتح وحماس وبين الرئيس وخالد مشعل، يعني كل اجتماع يأخذ 6 أشهر، وكأننا في بلد
بلد زي سويسرا يعني في عندنا وقت وعندنا مشاكلنا محلولة، ماذا يمنع أن يبقى الطرفين مجتمعين إلى أن تحل المشكلة وتشكل الحكومة ويتم الاتفاق على برنامج سياسي؟ لماذا هذا التباعد؟ لأن كل طرف يرى أن هذا الزمن يكسبه أوراق جديدة في هزم الطرف الآخر، وهذه هي عقلية الثائر. يعني لكن يعني هناك خطوات بدأت على الأرض، هل يمكن أن يبنى عليها؟ هذه خطوات ما بين أنت تعرف في حلبة المصارعة يبتعد قليلا ويقرب قليلا ويعمل بعض الحركات. أنا أعتقد أنه هذه هي حركات المصارعين وصراع الديكة لينقض الطرف الأول على الآخر أو الثاني على الأول لتحقيق مكاسب أكثر في الحكومة أو في الموازنات أو في المناصب أو في منظمة التحرير. النقاش ليس له علاقة بالبرنامج السياسي القادم وهو الأهم. حلبة مصارعة والفصائل الأخرى والمؤسسات المجتمع المدني، هل هي يعني تجلس تتفرج؟ أنا أعتقد هي المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية في المجتمع الفلسطيني الآن أنه ليس هناك اصطفاف وطني، بمعنى ليس الشعب والفصائل والفصيلين الكبيرين مصطفين صفا واحدا لمواجهة الاستيطان، لمواجهة موضوع الأسرى، لمواجهة كل القضايا المهمة. الآن الاصطفاف هو خنادق لتحقيق مكاسب، وهذا للأسف ما يؤدي بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل كما تريد. اذهب إلى أي مستوطنة ستجد الجرافات وستجد البناء وستجد إسرائيل ماشية في مشروعها، ونحن فيما يعني ماضون في مشروع آخر ليس له علاقة بالموضوع الرئيسي وهو المصالح. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن التميمي، شكرا لك. شكرا. المناضلون الفلسطينيون حطموا كل الأرقام القياسية في إضراباتهم المفتوحة عن الطعام، وها هما الأسيران البطلان السرسك والرخاوي يضيفان لهذه التجربة أبعادا ودلالات غير مسبوقة. من داخل مقر الصليب الأحمر وبحضور شخصيات سياسية واعتبارية، اختلطت مناشداتهم لإدارة مصلحة السجون بهتافات ونداءات أهالي الأسرى الذين عانوا الأمرين في ظل غياب أسراهم، وأثقلت كواهلهم من اعتداءات الاحتلال المستمرة. وبالرغم من ذلك لم يكلوا ولم يملوا من المطالبة بالعدالة وبأبسط الحقوق الإنسانية لذويهم وأهلهم الذين يقبعون خلف قضبان السجن فداء وحبا للوطن. جئنا في هذا اليوم لكي نقول نحن معكم، نقف إلى جانبكم، نتضامن معكم، لن نترككم فريسة لسياسات إدارة مصلحة السجون التي تضرب بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه بين إدارة مصلحة السجون وبين قيادة الإضراب للحركة الأسيرة. هذا جزء من استمرار الفعاليات أولا، ولأن وضع الأسرة أصبح لا يمكن احتماله حتى لا يحدث أي مكروه لأي أسير، ومن أجل إنقاذ حياتهم والاستجابة لمطالبهم. محمود السرسك اللاعب الرياضي المتميز الذي حصد العديد من النجاحات من ضمنها دخوله لكتاب جينيس للأرقام القياسية في جبروته بخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام ليومه 90 على التوالي ولا أحد يحرك ساكنا. السؤال هنا، أين الفرق والمنظمات الرياضية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من هكذا احتلال يحرمنا من أهلنا وأحبائنا ويعكر صفو حياتنا؟ لو 90 يوم باليوم، فوين الفريق الرياضي؟ وين رجوب؟ جبريل رجوب هو مسؤول الرياضة، ليش ما يتحرك؟ يعني ولا في أي دولة ولا في أي إذاعة أعلن واستنكر للسرسك. السرسك مش فريق من عضو من أعضاء الفريق الرياضي؟ ليش ما يتحرك ويسأل عنا؟ ليش القاده الكبار بس بيجي يوم بالاسبوع او يوم بالسنه؟ ليش يجي اعلام؟ بدنا كل يوم حراك، كل يوم نشاط. اكرم الرخاوي، وسام البرق وغيرهم كثير من اسرانا البواسل الذين اعربوا عن عدم رضاهم عن الواقع الذي تؤول له احوال بلادنا، كما واعربوا عن دعمهم للمصالحه الفلسطينيه وانهاء الانقسام والاقتتال الداخلي وتوحيد رايات شعبنا. فهنا يبقى حلم كل مواطن فلسطيني بتبييض السجون وإنهاء مسلسل التعذيب المستمر.
صرخات ونداءات خرجت من هنا داعية ومناشدة ومنادية بضرورة الإفراج العاجل والسريع عن الأسرى الذين يخوضون أنبل الحروب في وجه السجان الغاشم. لتلفزيون وطن من أمام مقر الصليب الأحمر، راما يوسف. نتابع فلسطين هذا الأسبوع بعد التذكير بالعناوين المتبقية. الطاقة المتجددة خيار نموذجي للفلسطينيين. خرجت من عملية تجميل بانسداد في المريء وشلل في الأوتار الصوتية. انطلاق نهائيات الموسم الثالث من غنيها. عقد ائتلاف أمان جلسة مساءلة لوزير الطاقة حول نظام الطاقة المتجددة في فلسطين وكيفية استغلال الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، لا سيما وأن الظروف ملائمة لذلك مناخيا في بلادنا. في ظل نضوب مصادر الطاقة وانطلاقا من أهمية البحث عن بدائل الطاقة المتجددة، نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان هذه الورشة بحضور وزير الطاقة من أجل استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، حيث تعمل وزارة الطاقة على طرح هذا المشروع بعد أن قامت بعدة دراسات لدراسة الجدوى. يعني هو المضبوط المبادرة اللي أطلقتها سلطة الطاقة ومباركة مجلس الوزراء مبادرة كثير جيدة، إلا أنه إحنا فينا بعض الخصوصيات كشعب فلسطيني سواء في تصاميم الأبنية أو في الأشياء المتاحة لنا في التصاميم بحكم الإجراءات اللي بفرضوها علينا الاحتلال، خصوصا في ملف زي ملف الترخيص. وتأتي الجلسة بهدف الاستماع للمعايير والتوجهات المعتمدة من سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء في إعداد الأنظمة المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة واستعمالاتها. أولا يجب أن يعرف الجمهور أن الطاقة الشمسية المتجددة لها مستقبل واعد جدا، هي لا تحتاج إلى مواد خام، هي فقط بحاجة لأشعة الشمس، لكن متطلباتها يعني عديدة جدا وقواعدها وتشريعاتها هي مؤقتة جدا. يعني ما يفكر المواطن الفلسطيني باستطاعته تركيب الطاقة الشمسية وربطها على شبكة الكهرباء بسهولة. يعني إذا تحدثنا عن الطاقة الشمسية بحد ذاتها، نحن مستخدمين منذ سنوات للطاقة الشمسية وخاصة فيما يتعلق بتسخين المياه. الآن نريد أن نخطو خطوة إضافية ونولد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية، وفلسطين الحقيقة تتمتع بإشعاعات شمسية عالية تمكننا من أن يكون هذا الموضوع ذو جدوى اقتصادية. وقد أوصت الورشة بمزيد من الشفافية والنزاهة في الآليات المتعلقة في احتساب التعرفة الخاصة بالطاقة المتجددة ومنح التراخيص، فيما أكدت أن القانون وتعديلاته ستكون موضعا للتطبيق خلال الشهر القادم. هو تعزيز شفافية المعلومات وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادرها، وبشكل خاص كنا نعرف أن سلطة الطاقة بصدد إعلان الإجراءات الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة لإنتاج الكهرباء، وبهذا الصدد لقينا هاي فرصة أنه قبل ما تصدر من قبل الوزارة هذه الإجراءات أن يجري نقاشها مع الأطراف ذوي العلاقة. وجاءت هذه الورشة لتعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تحديات المستقبل وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. ولاء السلامين، تلفزيون وطن. بعد هذا، مواطنة فلسطينية ذهبت إلى الطبيب لإجراء عملية تجميل بسيطة، حيث وعدها الطبيب طبعا أن تخرج من العملية سليمة معافاة، لكنها خرجت بمأساة، فهي تعاني الآن من انسداد في المريء وشلل في الأوتار الصوتي.
لم تكن حليمة حبية تتصور أن تفقد القدرة على الأكل والشرب والكلام بشكل طبيعي بسبب عملية تجميل تحولت إلى خطأ طبي. الطريقة الوحيدة لتناول طعامها هي حقن مسحوق الطعام إلى المعدة عبر أنبوب خارجي، فبعد عملية أجرتها في مشفى خالد برام الله خرجت حليمة لتعاني من انسداد في المريء. فترة ما أنا كنت صغيرة كان عندي زي دمل مقلوب يطلع في رقبتي، فكان مع فترات هذا الدمل يروح ويرجع. رحت على دكتور تجميل دكتور أحمد شعيب النتشة، طبعا قال إن شاء الله نص ساعة، هي شغلتها بسيطة نص ساعة، ويعني هذه شغلت يعني أنا بتفنن فيها ما تخافي. طبعا أنا بعد ما سمحوا لي إني أشرب وأكل، مجرد ما شربت كاسة المي مجرد أول لقمة على طول المي نزلت مباشرة من ركبتي ما بلعتها. في منزلها بقرية خربث المصباح تعيش حليمة المأساة منذ 4 سنوات. إقرار الطبيب المشرف على العملية بحدوث خطأ طبي لم يغير من وضعها شيئا، فهي لم تحصل حتى الآن على أي تقرير طبي حول حالتها الصحية رغم الشكاوى المقدمة إلى الوزارة ونقابة الأطباء. فكان العملية صراحة حلمة ما نجحت ولازم تسافر على الأردن للعلاج. طبعا التقرير أو قرار اللجنة نقابة الأطباء أو وزارة الصحة يطلع منهم التقرير متفق، وبناء على هذا التقرير بده يبين إدانة الطبيب أم لا. طبعا لهذه اللحظة لم يتم تسليم، يعني احنا نحكي من شهر 1/9/2011 لحديت هذا اليوم لم يجرى أي قرار رسمي أستلمه بإيدي. قدمت باعتبار ممكن تحكي 3 شكاوي، قدمت واحدة في 2009 مع وزير الصحة دكتور فتحي أبو مغلي، وطبعا هذا ما كان ما جاليش يعني أي قرار يدين الدكتور على أي شيء. لكن الضربة القاضية بالنسبة لها كانت عندما قررت السفر للعلاج في الأردن لتخضع لعملية في أحد المشافي هناك، وبدل أن تتعالج من انسداد المريء عادت بشلل في الأوتار الصوتية. مجرد ما أنا فتت على المستشفى التخصصي تم نصحي فيه عن الأطباء أنه ممكن تسوي العملية ونسبة نجاح 95%، هيك وعدني يعني دكتور أحمد صالح. ومجرد ما طلعت من العملية كان حدث لي خطأ طبي جديد، طبعا طلعت منهم أنا فاقد الصوت والمقدرة على التنفس. الاستهتار من قبل الأطباء ووزارة الصحة كما تقول حليمة زاد الطين بلة، فهي تبدي دهشتها من عدم المبالاة والإهمال ومحاولة التهرب من المسؤولية، إلى جانب ما تقول إنه تلاعب في إعطائها تحويلة علاج إلى داخل إسرائيل أو الأردن. كنت أعاني من المشكلة إنه مجرد ما أخذ التحويلة يعني يعطوني إياها اليوم 3/6 أطلع فوق عشان أختمها، تم تحويلي إيش سنة الميلاد يعني من 3/6 تكون مش 2012 مثلا 2010 أو 2011. ورغم أنها وجهت مناشدات عديدة إلى رئيس الوزراء ومحافظ رام الله والبيرة والعديد من الجهات الصحية غير أنها ما زالت تنتظر الرد. من عملية تجميل لا تستغرق نصف ساعة بوصف الأطباء أصبحت حليمة تعاني من انسداد في المريء وشلل في الأوتار الصوتية، خطأ طبي أفقدها الأمل في حياة سليمة، وكل ما تقدمت به من شكاوى لا تجد استجابة لها. من قرية خربث المصباح أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن. عملية تجميل فتحت بوابة مأساة حقيقية. قبل هذا الفاصل أو الفاصل القادم نذكر بالعناوين أو بالعنوان الأخير. انطلاق نهايات الموسم الثالث من غنيها. وطن للأنباء، انحياز دائم للحقيقة. وطن للأنباء، إطلالة موضوعية شاملة على أخبار فلسطين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. مساحة حرة لجمهور القراء ولكافة الأقلام والآراء. وطن للأنباء،
تقارير تلفزيونية مصورة من قلب فلسطين. وطننيوز.نت وطن.تيفي. هناك أوجه أخرى جميلة في فلسطين، فرغم أن المرحلة تغص بالألم والوجع، إلا أن هناك من يصر على أن يغني ويسمع صوته للآخرين، يطربهم ويذكرهم بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. من قال أن السياسة شغل الفلسطينيين الشاغل؟ ها هم يبدعون في الفن الغنائي. إن شاء الله نال إعجابه. يا عم غنيها برنامج فلسطيني وصل إلى مراحله الحاسمة، 11 متسابقا. أشعل أروقة قصر رام الله الثقافي في نسخته الثالثة. الفائز عندنا مثلا بياخذ منحه دراسيه لانه كمل في دراسه الموسيقى، بنعطيه اغنيه تسجيل اغنيه برضه كهديه من البرنامج كجائزه على فوزه، وهذا الشيء طبعا بيعطيه هيك خطوه اولى لانه يقدر يكمل في المجال اللي بيحبه. الموسيقى لغه عالميه تجتاز الفضاءات والحواجز والجدران دون جواز للسفر. فيروز فلسطين الجليليه امل مرقص كانت حاضره في لجنه التحكيم. أتمنى إنه يحظوا الأطفال الفقراء في رعاية بمجال الفن، إنه يعطين هذا هاي الأداة الرائعة اللي اسمها فن في الوضع السياسي اللي إحنا عايشينه، لأنه بالفن بنقدر نحلم، بنقدر نبني وطن، بنقدر نبني حرية، وهذا المحل اللي أنا شخصيا برتاح فيه إني أغني. خليك حدي خليك حدي يا حبيبي غيرك والله ما بدي لا ما بدي يا حبيبي. يهدف البرنامج الذي تموله القنصلية الأمريكية العامة في القدس وينفذه مركز تطوير التعليم بشراكة مع مؤسسات محلية إلى البحث عن أجمل المواهب الفلسطينية الصاعدة وتقديم التدريبات لها على طريق النجومية. عندنا كثير من المواهب، عندنا كثير من الناس المبدعة، ولكن ناقصها مين يسلط الضوء عليها. عادة احنا منشوف الفلسطينية أسرى وإضراب عن الطعام وإغلاق ومنع تجول الحواجز، فمرات بحب أشوف فسحة أمل، أشوف فيها شوية إنه في شباب اللي كمان بيقدر نشوف فلسطين بجماليتها في جميع أشكالها وألوانها. يا أستاذ عم تكتب أسنين على زمان غنيها الشعب المحتل بالفن والأصالة معليها ببيوتها بروابيها بشواطيها بحاضرها بماضيها غنيها بركي صوتك حكومات العالم بواعيها. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون وطن. ومتابعة لهذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو مديرة برنامج غنيها مايس يحيى، أهلا وسهلا بك. يعني بودنا في البداية أن تعطينا يعني فكرة عن هذه البرنامج. طبعا مثل ما ذكر التقرير مشروع غنيها للسنة الثالثة على التوالي. نعم. من دعم القنصلية الأمريكية في القدس، والسنة هاي السنة الثانية من تنفيذ مركز تطوير التعليم EDC في رام الله. طبعا المشروع بيضم مواهب عديدة في كل المحافظات الفلسطينية. يعني احنا بدينا بمرحلة اختبارات التجارب اللي حاولنا فيها نجمع أكبر عدد مواهب من كل فلسطين. بدينا في 5 اختبارات في من الشمال للجنوب، غطينا 5 محافظات أكيد، و
انتهينا في يعني عشرات المواهب اللي نقلناها كلها على مراحل تدريب مكثفة. من هاي المراحل تم اختيار 24 موهبة فلسطينية، أيضا من محافظات مختلفة راحت على مخيم تدريب لمدة 6 أيام. كان في تدريبات موسيقية ومهارات أيضا حياتية مختلفة. وإحنا هلأ يعني بيوم السبت ويوم الجمعة كان في عنا 11 موهبة فلسطينية غنت في نعم في قصر رام الله الثقافي، ويعني كان أول حفل لغنيها. وإن شاء الله إحنا في عنا بعد بكرة يوم السبت في عنا حفلة تانية في القدس راح تكون. يعني ثلاث سنوات هذا البرنامج، هل وجدتم تطورا من سنة إلى أخرى؟ أكيد، يعني على مستوى أول إشي على مستوى من ناحية إنتاجية، كمان من ناحية مواهب يعني نوعية الأصوات. وأول سنة يمكن كان بيركز على طلاب المدارس يعني نجم المدارس. ثاني سنة انتقلنا لمرحلة عمرية أكبر، فبالتالي حتى صار في حرفية أكبر في الأصوات. والسنة هاي لأنه هذيك السنة يمكن الناس سمعت عنه مش الكل لحق انه يشارك، هاي السنه احنا في عندنا مواهب كثير يعني على مستوى كثير عالي. يعني نسبه المشاركه في هذا العام يعني اكيد كبيرة. اكيد يعني حتى من الاختبارات التجارب كان في اصداء لها اكثر، وبالتالي في ناس اجت تشارك اكثر. طب يتم تدريب الموهبه يعني خلال طبعا يعني زبط مثل ما قلت لك اكثر من مرحله بتدخل موهبه. يعني الموهبه مش دغري احنا بنلاقيها بنلاقي صوت حلو مطلع على يعني اول مرحله مرحله تدريبات. عملنا 3 تدريبات في منطقه الشمال في نابلس، منطقه الوسط في رام الله، منطقه الجنوب في بيت لحم. كل الأصوات في كل منطقة جمعت لمدة 3 أيام، أخذت تدريبات مكثفة في كانت تشرف عليها كلية دار الكلمة اللي هي أيضا شريك معنا، شريك في دار الكلمة في بيت لحم. ودربوهم لمدة 3 أيام تدريب مكثف، كانوا بدربوهم يعني موسيقيين محترفين في مجال الصوت أيضا والغناء. كانت هاي أيضا فرصة أنه إحنا كمان نختار الأفضل، فاخترنا 24 موهبة انتقلوا لمخيم تدريبي في أريحة لمدة 6 أيام. هذا المخيم كان أيضا تدريبات موسيقية وغنائية مكثفة، بالإضافة لأنه كان في يعني مواضيع أخرى ركزنا عليها، كيف مثلا الفنان كيف شخصيته ينمي شخصيته، كيف يتعامل مع الآخرين. كمان كان فيها فعاليات، مثلا عملنا زيارة لدار الأجداد في أريحة لبيت المسنين، فكمان كان في يعني كمان اشتغلنا على شخصية هاي المشاركين مش بس على صوتهم، لأنه نحن نعرف أن الفنان في الأساس مين صاحب الفكرة. طبعا هي كانت مبادرة القنصلية الأمريكية، كانت حابة تعمل برنامج فني للشباب يكون مش بس إشي ترفيهي للناس أنها تسمع، وإنما أيضا أنه يشتغل على شخصية هذا الشاب اللي بحب الموسيقى يطور موهبته في هذا المجال. فاشتغلوا هم يعني كانت هي صراحة فكرة من القنصلية الأمريكية، وإحنا يعني في مركز تطوير التعليم في EDC نفذنا هاي الفكرة لإلهم لهاي السنة لتاني سنة إحنا بننفذ هاي الفكرة. يعني كان القنصلية بدها تقول إنه في إشي عند الفلسطينيين غير السياسة مثلا يعني المزبوط إنه إحنا يعني في كتير مشاريع إعلامية طبعا وثقافية، ولكن هذا المشروع احنا عنا مثلا فلسطين عنا يعني برامج تانية ترفيهية تجارية يمكن يعني أكثر. كنت مثلا حابب انه الفكرة تكون في الاساس فلسطينية يعني تولد هي فلسطيني. شوف لك شغلة يعني مش من القنصلية، هي الفكرة كفكرة موجودة يعني كفكرة موجودة بكل البلدان وبنفذوها بمختلف طرق. الاشي الجديد انه هذا البرنامج مش تجاري، يعني القنصلية كانت حابة تعمل إشي هي تدعمه ما يكونش تجاري، الهدف منه ما يكون إنه الربح، ما يكون الدعايات يمكن. فعملت إشي للشباب الفلسطينيين لحتى تعطي يعني دعم لها الموهبة. طبعا إحنا دائما منحفز إنه الفلسطينيين أيضا يكونوا مشاركين في هاي الأفكار، يعني ما هي الفكرة مثل ما أنا قلت لك دعم القنصلية، ولكن هي بتنفيذ من مش يعني من مؤسسات محلية. يعني إحنا عنا مركز تطوير التعليم في رام الله بيشتغل على الموضوع، عنا مؤسسة يعني كلية دار الكلمة هي طبعا مؤسسة فلسطينية، بالإضافة لشركاء فلسطينيين محليين كمان بدعموا هذا، ونحن بنعتبرهم شركاء يعني جدا مهمين في هذا المشروع، زي مثلا جريدة القدسية بترعى الراعي الإعلامي للمشروع. لأن الأغاني يعني يوجد هامش للعاطفي والوطني أيضا في الأغاني، ولا يعني في نمط أغاني محددة مثلا. أكيد أكيد، يعني إحنا بالنهاية بنغني لكل شيء، يعني احنا ضد انه نقول احنا ما بدنا نحكي عن السياسه وما بدنا نحكي عن الوطن، ما بدنا نغني بس، احنا بنحكي عن كل الشعب يعني معجوب طبعا لانه احنا في الالم بالضبط. فاحنا يعني زي ما انت سمعت في احنا كان نشتغل برضه مع اشتغلنا مع حلم كبير هو كورال فلسطيني، اشتغلنا مع مؤسسه ميك اوش اللي هم يعني كانوا يعملوا في هاي مبادره حلم كبير، وجبنا هل شفتهم بالتقرير كان 70 طفل
غنوا نعيش وتحيا فلسطين، واحنا هذا الجانب بنحب نركز عليه. انه الممول لا يتدخل في هذا يعني الممول بتدخل في نطاق انه المشروع ينفذ بطريقه طبعا يعني في اشياء معينه، ولكن احنا بالنهايه ما في إشي يعني ما لا نخجل بأنه نطلع نغني لبلدنا، لأن هذا إشي فينا وهذا إشي منشجع دائما بغض النظر عن من يمول يعني. لا طبعا، لأنه من نهاية إحنا فلسطينيين. نعم. والقنصلية بتدعم مشروع فلسطيني، وبالتالي هي بتفهم وتتفهم أنه هذا المشروع هو لأبناء فلسطين، وهويتهم هويتهم كفلسطين جزء من. نعم. من تراثهم. يعني أنت قلت أن البرنامج يتطور من سنة إلى سنة أخرى وحقق إنجازات معينة، يعني هل يوجد يعني توجه للاستمرار به في الأعوام؟ احنا نتأمل يعني دائما انه يكون في استمرار، يعني ان شاء الله انه لقدام يضل هذا المشروع موجود ويكبر. يعني احنا هاي السنة شايفين انه من ناحية اعلامية كمان من ناحية فنية كان في يعني كان في تطور في البرنامج، فنتأمل انه يكون هذا الاشي موجود لقدام. يعني في البرامج الفنية والغنائية هاي اللي بنشوفها في فضائيات عرب تتبناها فضائيات عربية، يتم التقاط مواهب ومواهب يعني تنطلق من هذه البرامج ويصبح لها شهرة وأصواتها تعرف على مستوى العربي. في حالتنا الفلسطينية هل يتم التنبه لمواهب معينة؟ هل تبادر جهات لرعايتها للأخذ بيدها؟ شوف احنا دائما يعني منركز على دورنا اللي هو انه احنا نشتغل هاي المواهب ونبرزها للإعلام انه يشوفها، واحنا بدورنا كمان بنحاول انه نشتغل عليها. يعني مثلا بنعطي جائزة للفائز انه يدرس سنتين منحة في كلية دار الكلمة صوت. نعم. فبالتالي يسقل موهبته اكثر. نعم. بنعطيه مثلا سفرة شغلات انه تحفزه اكثر، بنعطيه اغنية يسجلها فبالتالي بيطلع لهذا المجال اكثر. ولكن انا بعتقد انه للإعلام الفلسطيني دور كتير كبير في هذا الموضوع. نعم. انه يبرز هاي الموهبة في شكل أكبر. فإحنا دائما يعني بيكون عندنا أمل إنه لما إحنا نطلع على الإعلام ونطلع بهاي الاحتفالات والحفلات الغنائية إنه يكون في دور للإعلام إنه يساعد هاي المواهب إنها تبين أكثر. فأنا شايفة إنه كمستوى تقني وكأصوات إحنا عندنا أصوات جميلة جدا. نعم. وبتنافس الأصوات اللي بتشتهر على مجال على مستوى عربي وعالمي كمان. فأنا شايفة إنه لا بتستحق هالأصوات إنها تبين، وإن شاء الله الإعلام كمان يكون مساهم في هالأصوات تبرز أكثر. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، يعني بهذا تنتهي الحلقة، لكن قبل أن ننهي نذكر بالعناوين. المصالحة الفلسطينية صراع بين الضرورة الملحة والتحديات الجسام. يتكسر الفولاذ ولا تتكسر عزيمة المناضلين البطلين سيرسك والرخاوي. الطاقة المتجددة خيار نموذجي للفلسطينيين. خرجت من عملية تجميل بانسداد في المريء وشلل في الأوتار الصوتية. انطلاق نهايات الموسم الثالث من غنيها. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.